شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة والتي تنظمها القوات المسلحة على مدار عدة أيام، وذلك بمقر الأكاديمية العسكرية. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITC إيجيبت 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ISEC 2024 والتي تنظمها القوات المسلحة على مدار عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة. وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي ودعم الباحثين في شتى المجالات العلمية مما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم. وألقى الأستاذ الدكتور يحيى عنتر الأستاذ بالكلية العسكرية الملكية بكندا والرئيس الفخري للمؤتمر كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للدولة المصرية والقوات المسلحة على تنظيم هذا الحدث العلمي الهام الذي يهدف إلى إثراء العمل البحثي العلمي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة والاستفادة من التطور المتسارع بمختلف المجالات العلمية. كما قام القائد العام للقوات المسلحة بافتتاح معرض المشروعات الهندسية الذي يضم العديد من الابتكارات التكنولوجية لطلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية، مشيداً بالمستوى المتميز للابتكارات المشاركة والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية، ووجه سيادته بضرورة الاستفادة من تلك المبتكرات بالتعاون مع إدارة البحوث الفنية والتطوير وباقي الإدارات والأجهزة المعنية بالقوات المسلحة ترسيخاً لمبدأ بالعلم تتطور الأمم وترقى الشعوب.